هو صاحب البردة الذي سخر موهبته التي حباه الله إياها في مدح النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام، فتحولت هذه الكلمات الرقيقة والعذبة إلى أذكار وأوراد. الإمام البصيري في مصر أرض المجددين. صاحب بردة المديح، وعلى الرغم من صعوبة بعض ألفاظها إلا أنها انتشرت في العالم حتى أصبحت بابا من أبواب حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مشروعه التجديدي مبني على المتابعة والأدب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، باعتبار أن اتباع النبي باب من أبواب حب الله سبحانه وتعالى. رحم الله الإمام البصيري.